أعلن قائد قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بدء موجة واسعة من الهجمات ضد حزب الله، واصفا البلاد على الحدود مع لبنان بأنها في حالة حرب. هذا واستأنف سلاح الجو الإسرائيلي تدريباته لزيادة الجهوزية لحرب في الشمال. هذا وقد ارتفعت حصيلة قتل القصف المتبادل على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى 17 خلال 24 ساعة الماضية. حزب الله أعلن أنه أطلق 10 صواريخ على بلدة كريات شمونة في شمال إسرائيل ردا على الضربات الإسرائيلية التي أدت إلى سقوط 7 قتلى في بلدة الهبارية و9 في طير حرفة والنقورة جنوب لبنان. فيما قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، قالت إن هجوما صاروخيا أدى إلى مقتل عامل بأحد المصانع في كريات شمونة. وللحديث أكثر عن آخر التطورات على الجانب الجنوبي والشمالي من إسرائيل تنضم إلينا من بيروت مراسلة الحدث الزميلة غنوة يتيم. صباح الخير غنوة وأهلا بك معنا. كيف يمكن وصف الوضع الآن في الجبهة الجنوبية، خاصة بعد مقتل 17 شخص منهم 6 قام بنعيهم حزب الله؟ صباح الخير جيزيل. بالطبع يعني هذا العدد هو العدد الأعلى خلال 24 ساعة منذ بدء العمليات جنوبا منذ 8 أكتوبر. لذلك وصف هذا اليوم بأنه اليوم الأكثر دمويا. أيضا كان بين إضافة إلى المتطوعين الذين قتلوا في الهبارية بين من المسعفين، كان هناك أيضا مدني قتل بين الذين سقطوا في النقورة. بينهم أيضا كان عناصر لحزب الله وعناصر لحركة أمل. كان هناك يعني 3 استهدافات يوم أمس وصفتها الصحف اللبنانية بالمجازر، لأن عدد القتلى فيها كان عدد كبير، إن كان في قرية الحرفة حيث أيضا كان هناك استهداف لمسعفين ولكن تابعين للهيئة الصحية التابعة لحزب الله، إضافة إلى الناقورة مساء، وإضافة إلى منطقة إلى الهبارية التي كانت فجر يعني الفجر في الليلة التي سبقت يوم أمس. خلال كما ذكرت خلال 24 ساعة كان هذا العدد الكبير من القتلى. لذلك هناك اليوم من يقول بأن بالفعل الحرب هي باتت حرب شاملة، لأنها على أكثر من جبهة على أكثر من منطقة. قبل يومين أيضا كان هناك استهداف متكرر لبعلبك. كل هذا يوحي بأن هناك يعني المناطق التي تستهدفها إسرائيل لم تعد محددة في الجنوب اللبناني. نعم. ولكن الفرق فقط بأن هذه الاستهدافات مثلا لا تكون على مدى اليوم بأكمله، ولكن الحرب كحرب يعني يعيش اللبنانيون. نعم. حالة حرب. هل من صدى لما صرح به قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية وباختصار شديد من فضلك غنوة عن بدء موجة واسعة من الهجمات ضد حزب الله؟ التصريح الأخير يعني طبعا حزب الله هو دائما يقول بأنه مستعد لهذه الحرب، ولكن عدد كبير من اللبنانيين هم غير يرفضون هذه الحرب. يوم أمس كان هناك كلام لرئيس حزب القوات سمير جعجع، قال فيه بأن حزب الله يريد أن يجر اللبنانيين إلى حرب، ولكن أكثرية اللبنانيين لا تريد هذه الحرب. أيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يوم أمس بعد استقباله رئيسة وزراء إيطاليا التي ستكون في زيارة إلى لبنان يومين، وأكد مجددا يعني استعداد للبنان تنفيذ القرار 1701 بكل تفاصيله، وهذا يعني بأن حزب الله وكل المظاهر المسلحة تنسحب من جنوب الليطالي، ولكن كرر بأن يكون هناك يعني رد أيضا مماثل من الإسرائيليين من الانسحاب من الأراضي المختل الذي يكون هناك عليها خلاف مع اللبنانيين. شكرا لك لكل هذه المعطيات التي وفيتنا بها من بيروت. كانت معنا مراسلة الحدث الزميلة غنوة يتيم.